في وقت تجتمع فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة ويتحدث قادة الدول عن ضرورة نشر السلام وحفظ الأمن ونبذ العنف، كانت مصر قد تخطت مرحلة الكلام إلى الفعل، حيث حرصت على المشاركة بفاعلية في قوات حفظ السلام. في وقت تجتمع فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة ويتحدث قادة دول العالم عن ضرورة نشر السلام وحفظ الأمن ونبذ العنف، تتخطى مصر مرحلة الكلام إلى الفعل. لمصر باع طويل خلال المشاركة في قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة والمعنية بإرساء الاستقرار والأمن في البؤر المتوترة في بقاع العالم. وعلى لسانها أعلنت الأمم المتحدة أن مصر من ضمن أكبر 10 دول مساهمة في قوات حفظ السلام ضمن تصنيف الدول الكبرى المساهمة بقوات خلال الفترة الحالية، حيث شاركت مصر في 37 بعثة أممية بإجمالية قوات تتجاوز حوالي 30 ألف فرد في أسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا. ولم تكن إسهامات مصر في حفظ السلام قاصرة على السنوات الأخيرة، فقد كانت في مقدمة الدول الداعمة لعمليات حفظ السلام منذ تأسيس البعثة الأولى للأمم المتحدة في الشرق الأوسط في عام 1948، وجاء إسهامها الأول في عملية حفظ السلام بالكونغو في عام 1960. وأدى تعاظم الدور المصري والخبرة الواسعة في مجال حفظ السلام إلى استعانة الأمم المتحدة به من أجل تدريب الدول الأخرى، فكان مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، إذ نجح المركز عام 2014 في تدريب نحو 11 ألف خبير في مجال حفظ السلام، بالإضافة لتدريب 7000 عنصر من عناصر قوات حفظ السلام. ومن القاهرة أيضا كان المؤتمر السنوي 23 للرابطة الدولية لمركز التدريب على حفظ السلام، الذي استضافته 300 مسؤول دولي رفيع المستوى في مجال حفظ السلام، ليكون أول مؤتمر تستضيفه دولة في الشرق الأوسط وإفريقيا. شاركت مصر في 37 بعثة من بعثات الأمم المتحدة، وقدمت 30 ألف جندي، والآن نحن المساهم السابع من حيث عدد الجنود في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. جهود مصر المتواصلة من أجل نشر السلام ليس عن طريق التشدق بالعبارات فحسب، كان دافعا للأمم المتحدة من أجل الاستفادة من الخبرة المصرية في قمة مجلس الأمن خلال الدورة 72 حول إصلاح عمليات حفظ السلام للتوصل إلى رؤية متكاملة لمنع النزاع واستدامة السلام. للمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف الكاتب الصحفي الأستاذ أمين محمد أمين، مدير تحرير صحيفة الأهرام. أستاذ أمين، أهلا بحضرتك. من واقع الأرقام التي تابعناها في تصريحات وزير الخارجية سامح شكري في المؤتمر الأخير لرابطة تدريب قوات حفظ السلام حول العالم، مصر تساهم في 37 بعثة دولية لحفظ السلام حول العالم، مصر تشارك بقرابة 30 ألف فرد مقاتل، مصر سابع أكبر مساهم من حيث عدد القوات. ما الذي يمكن أن تقوله مصر من واقع الخبرات الكبيرة التي اكتسبتها في هذه المشاركات؟ هو مش تقوله، هو بالفعل هي عمليا على أرض الواقع هذا هو الدور الحقيقي لمصر. مصر مش الإرهاب، مصر السلام. مصر النهاردة لو هي فعلا كما تتهم بالإرهاب ما كانش هذا بقى دورها. داخليا وخارجيا مصر بتسعى للسلام والاستقرار في المنطقة، من أول القضايا المفروضة عليها وأولها القضية الفلسطينية. يمكن الرئيس السيسي رايح الأمم المتحدة وبيحمل لهم المصالحة اللي نجحت فضل مصر بين حماس وبين فتح. مصر النهاردة متبنية كل قضايا السلام في المنطقة. مصر النهاردة مع وحدة العراق، مصر النهاردة مع وحدة سوريا، أراضي السلام، مصر وحدة ليبيا. مصر النهاردة تجمع ولا تفرق، عكس المبدأ الاستعمار القديم فرق تسد. النهاردة الوقائع بتقول ان مصر النهاردة هي اللي بتدعو للسلام ولا تدعو للفرقة، ولا تدعو النهاردة للتدخلات الخارجية، بتدعو للمحافظة على الوحدة والتراب الوطني. وده كان موقفها واضح بالنسبة لسوريا ومن قبل بالنسبة للعراق. مصر لم تسعى أبدا تحت أي ظرف، حتى وقت ما أطلق عليها تصدير الثورات مصر لم تصدر ثورتها.
مصر حمت الشعوب حتى ما راحت اليمن عشان تحافظ على الشعب اليمني، مش عشان النهاردة طيب. تدمر الشعب اليمني. أستاذ أمين، النهاردة الذهاب للأمم المتحدة يسبقه خطوات حضرتك أشرت إلى بعضها، مصالحة فلسطينية وشيكة، مناطق خفض توتر جديدة تدخل في سوريا بدخول إدلب إلى مناطق خفض التصعيد والتوتر، ليبيا تشهد زخما وإن كانت الأزمة تراوح مكانها إلى حد ما، هناك حلحلة حاصلة، هل مظلة الأمم المتحدة كفيلة بأن تحدث حلحلة إضافية وزخما إضافيا، ولا العبرة ستكون باللقاءات الثنائية مع الفاعلين الدوليين؟ لا، هو أي إنسان يعيش على وجه الكرة الأرضية بيأمل من الأمم المتحدة أن تقوم بدورها، وليس اجتماع سنوي للجمعية العامة لمجموعة من الخطب ثم تنتهي. بنأمل من المنظمة الدولية الكبيرة أن تتحرك لتنفيذ أول مبدأ لقيامها وهو نشر السلام في العالم. لا تساعد الأمم المتحدة المنظمة الأساسية اللي بتملك قوات حفظ السلام في العالم، يجب أن تتحرك لحفظ السلام وليس لوقف دعم الإرهاب. الأمم المتحدة كهيئة جامعة أستاذ أمين، هل تملك من الآليات ومن الأدوات ومن السبل ما يمكن أن يمكنها من الذهاب إلى كل النتائج التي تصبو إليها حضرتك؟ ده هي المنظمة الوحيدة اللي تملك، لأن هي صنع تملك القرار العسكري والقرار السياسي. ما فيش حد في العالم، لا أمريكا ولا روسيا، تقدر تأخذ قرار منفرد إلا من خلال الأمم المتحدة. لكن عبر التاريخ كان هناك نماذج استطاعت الولايات المتحدة منفردة أن تتحرك بمعزل عن المظلة الدولية. عشان كده حضرتك، أنا بقول هو أنا كل إنسان في العالم بيأمل أن هذه المنظمة الدولية تأخذ دورها بعيد عن القوة. أنا شخصيا بتمنى إلغاء 5 الكبار الحق الفيتو. نعم، هذه الإشارة ربما أشارت إليها ولو من بعيد المستشارة الألمانية أنجلا ميركل. الرئيس السيسي التقى أستاذ أمين وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد والسفير السعودي لدى الولايات المتحدة الأمير خالد بن سلمان. المسألة ربما تأتي تكريسا للعلاقات الثلاثية المعتبرة بين مصر والإمارات والسعودية تحديدا في الآونة الأخيرة. بالضبط، هو لأني النهاردة بكل أسف أمير قطر النهاردة برضو ألقوا بثقلهم في الأمم المتحدة وسألوا الكلمة في بداية الجلسة الافتتاحية، وهذا طبعا يعني شيء برضو بيشير إلى الدعم المادي القطري وتغلغله في مؤسسات كثيرة دولية. لكن النهاردة الموقف الدول الرباعية اللي هي متعرضة للإرهاب القطري بأشكال متعددة عليها أنها تنسق موقفها وتفضح هذا الدور ومن وراءه، على أساس أن هذا الدور هو دي مسؤولية دولية. لا يمكن النهاردة أن تستغل إحدى دول المنطقة أن تسير الرعب وتساعد على تقسيم دول المنطقة والكل عايز يتفرق. أي الملفات ستكون أكثر إلحاحا في خطاب الرئيس السيسي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، ما يتعلق بالداخل المصري ولا بعض المتغيرات الإقليمية وحضرتك أشرت إلى بعضها؟ أعتقد أن الاثنين متوازنين، بس اعتقد الموقف الخارجي هيكون اقوى، لان الشان الداخلي هو شان مصري، وان كانت الدول الكبرى مطلوب منها دعمه سواء سياسيا او عسكريا او اقتصاديا، لان احنا شايفين الضغوط اللي بتمارس علينا من الخارج حتى نرضخ. شايفين النهارده الولايات المتحده ماذا تفعل في مصر رغم ادعاء الصداقه، ان النهارده وقف المعونات، النهارده الضغوط وتحت اسباب غير واقعيه. فالنهاردة أعتقد أن الرئيس السيسي سيوجه خطابه لدور المطلوب من العالم لحفظ السلام واستقراره ومحاربة الإرهاب، حملة عالمية لمحاربة الإرهاب بالفعل وليس بالكلمات. نعم. وأن الدول الداعمة للإرهاب تقف، وأن المجتمع الدولي يجب أن نتصدى لها، وفي نفس الوقت أن النهاردة الوضع المصري سيكون طبعا أمامه كنموذج النهاردة لدولة بتخرج من عنق الزجاجة اللي حصرت فيه واللي كان عليها هي بيقولوا الكعكة الكبرى لتسقط دول. نعم. ما أطلق عليها الربيع العربي. شكرا جزيلا لك الأستاذ أمين محمد أمين مدير تحرير صحيفة الأهرام منضما إلينا عبر الهاتف.